ما بقى في قلب، ما بقى في إحساس، نار وحطب تشعل بقلوب الناس. كنا نقول للبشر انتوا أغلى من الذهب، صرنا نقول للدهب صوتك أغلى من بعض الظنا ليها طعم هالروح، وما عاد باكي بالقلب إلا الأسى والجروح. من يوم ولد الغدر من صلب الطمع والحقد، ما بكى ولي فصاح، وما عاد العشق مسموح. هنا وعافية. الله يهني قلبك يا حق ويطعمك عريس يسر قلبك وخاطرك. عريس شو؟ أنا متجوزة. يو إيه والله مو باين عليكي. إيه ما صار لي 10 أيام. إيوة عروس جديد جايبة معي شوية أواعي خرج النغرشة والغوى. لا يسلموا إيديكي، أنا ما بدي شيء. يو في عروس ما بتحب تشتري وتتغاوى؟ لتكوني مو مبسوطة بجوازتك. ليش هيك مبين علي؟ يعني عدم المؤاخذة. في عروس ما بتحب تشتري هيك أواعي ولا تحط شوية سلمكي على وشها؟ خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفتح. يو يبعت لي حمى أنا؟ احكي تقبريني، احكي وفشي قلبك. اي والله حبيتك من نص مصومة قلبي. والله ما في شيء احكي، اصلا ما رح استفيد شيء حتى لو حكيت. طمنيني اختي شو صار معك؟ حكيت مثل ما بده مهيوب، بس ما فهمت ليش هيك عم نعمل. شكله مهيوب بده ينفذ سليم ويورط عبود. قلتك بيمشي الحال.
بالصرماية بده يمشي الحال مع مهيوب قباط وكتير كمان. امشي اختي امشي، واقفين قدام الكركون. إنه مبين عليكي قاعدة مستتة معززة مكرمة ببيت سياح نياح ما شاء الله. ليش مين قال إنه البسط بيجي من المصاري؟ كنا أنا وأخي فقرة ما معنا شي إيتنا، بس كنا عن جد مبسوطين. أيوة يعني أنتو فقرة بس جوزك هو اللي معه مصاري؟ أي مزبوط. إيه احكي تقبريني، احكي كملي، ليش سكتتي؟ لك فشي قلبك قولي على طولي، مبيني حاملة هموم قد جبال. ما بعرف شو بدي قلك، بس من لما فات مهيوب جوزي على حياتنا نحن عم تصير معنا شغلات كتير غريبة. مثل شو يعني؟ كان كتير منيح مع أخي وساعده، بس طلع هذا كله مو ببلاش، لأنه لما طلب إيدي ما قدرت أقول لأ. ايه الظاهر ما عاد بدك تكملي. معلش تقبريني. على راحتك، والله انا حبيتك من نص قلبي. معلش ابقى امرق لعندك شقه عليكي كل ما مرقت من هالحاره. اهلا وسهلا. بالاذن، مع السلامه. شو عمك سليم؟ ما في اخبار شي عن سليم؟ والله على بني انه السيد مهيوب يتوسط لسليم اليوم ويحل لها القصه. صلاة محمد، يقبرني الله على الخبريه. ليك اجى السيد مهيوب. هات البشاره ابو سليم. بشر عمي مهيوب، بشر. يا سيدي بعد ما جبنا دعم من فوق، فوق كثير يعني. خليناهم يعيدوا التحقيق مره ثانيه، وجماعه الكركون من امبارح لليوم مو هديانين. ايه شو صار؟ والله الظاهر انه عبود هو القاتل، وهو مرته لابنه. لأن لما مسكوه لقوا معه الطوق اللي كان برقبته لرائدة الله يرحمها. الله أكبر. يا لطيف على الحكي. على الحالة ابني مو عامل شيء معناتها. لك ليش دفع لك كل الدفع؟ لك شو عم تسلب علي لك أبو سليم؟ لو ما أنك دافع ما كان عملوا هيك. فهمان لما لقى. بعدين وينها؟ بجوز ابنك هو القاتل، بس هن نظبطوها ولفلفوها. وقبل ما أروح بدي أقول لك لا تجيب سيرة لحدا، لأنه بيقصوا رقابنا كلياتنا، وبجوز يعدموك أنت وابنك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. شو قررت؟ ما قتلتها، الله العظيم ما قتلتها. لك كذاب، كل العدل اللي ضبطك. في مين بده يبليدي يا كامل افندي؟ مشان الله صدقني، بوس ايدك حكم ضميرك. مهيوب عم يلعب بالكل وعم يعمل اللي بده اياه، وانت قاعد عم تتفرج. لك خلص، وتضلوا بتقتلوا لا يعترف لو مات بين ايديكم. طمنيني شو صار معك؟ والله المقوص مهيوب متجوز وحدة صغيرة وحلوة، يبلا بقتله ملحق على الكل. بس يلي شلشني انه ما معها مصاري ومبينة فقيرة. ايه ماله بالعادة؟ ظاهر حاببها يا سكية. يوه، ليش هذا بيعرف يحب غير حاله؟ يظهر هالمرة حابب عن حق وحقيق، بس في من ورا هالبنت قصة لحتى مجبورة تتجوزه ولازم نعرفها. شو قصدك؟ هي مو حاببته، بتحسيها مقهورة بس ما عم تسترجي تحكي. معقول مهيوب لسانه الحلس الملس ما خلاها تحبه؟ وليه؟ لتكوني لساتك بتحبي؟
لا أعوذ بالله، أنا أحبه بعد كل شيء عمله فيني، بدك ياني ضل حبه؟ قال علي لا يو. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا نور عيوني. انت كيفك يا بي؟ شلونك يا بي؟ الحمد لله. الله يديم المحبة يا بي، وينصر كل مين بينصر الحق. يا بي انا ما قتلت رائدة. بعرف يا بي بعرف، انت ما بتعملها، هذا عبود الازهر هو اللي قتلها. هلا رح تطلع من هون معزز مكرم، طبعا بعد اذن كامل افندي. طبعا رح يطلع هالكركون، ما حدا بينظري، ويلا يقدرنا هيك على فعل الخير بعيد الطيبين. امين امين يا رب. الله يخلي لي اياك، الله يخلي لي اياك. لك شلون كنتوا مخبين رائدة عندكم؟ ليش ما قلتولي؟ ليش ما ريحتوني؟ شفتوني قلبي كان ملتاع عليها، ما قلتولي ليش؟ ليش؟ هيك كان بدها الله يرحمها، ونحن عملنا مثل ما هي بدها. وهي أكتر شيء كان قاهرها إنه أنت تجوزتي مهيوب وتركتيها، مع إنه نحن حذرناكي، بس أنت غلطتي كمان. لك لو كنتوا قلتولي، مو بس كنت تركت مهيوب، كنت تركت الدنيا كلها كرمال المحا لمحة واحدة بس. والله أنا زعلانة عليكي، بس لا تأخذيني، أنت هلأ عم تحكي هيك لأنه بنتك راحت لرحمة ربها، بس بالأول ما كان هيك حكيك. لك أنا أم، وأنتوا ما بتعرفوا شو يعني أم لتجربوا، لتجربوا قد إيه صعب الوحدة تفقد ضناها. أنا رح أشتكي عليكم وجرجكم على الحبوس. إيه؟ بتقدري تعملي هيك وبتقدري تأذينا، بس أنت هيك بتكوني عم بتضري حالك. شو قصدك؟ رح صارحك بالحقيقة، وأنت احكمي. أنا عم بسمع. أنا اسمي دهب، وهي اللي قدامك اسمها زكية، ونحن التنتين كنا حريمه لمهيوب. شو؟ مثل ما سمعتي، شلحنا كل شي منملكه، وطلقنا ورمانا بالسقايق، وأنا اللي واقفة قدامك هون خسرت كل شيء، حتى ابني. ابني مات أحسن شوفه لرجع أملاكي منه. وأنا كمان تبهدلت وتشنططت وصفيت على الحديدة، ومهيوب من أول تكة شافكم فيها كان ناويلكم على الفاينة، كان بده يشلحكم أملاككم. ونحن وقت حذرناكي كنا صادقين معك وما كذبنا عليكي. معقول؟ معقول كل هالشي صار وأنا ما بعرف؟ معقول طلعت طرمة لهالدرجة؟ هي أنا حكيت لك، بدك كمان أنت تأذينا وتقهرينا، روحي روحي اشتكي علينا، بس بدي اياكي بالاول تعرفي مين غريمك، نحنا ولا مهيوب. يمكن معك حق، انا لازم اعيد حساباتي من الاول مشان ما يضيع حق بنتي.
آخر شغلة رح أقول لك إياها، ديري بالك من المهيوب. الله يسلمك، كله بيفضل سيد مهيوب. الله يسلمك، الله يسلمكم يا شباب. الله يسلمك حبيبي. ايه الشباب، الله يسلمكم يا شباب. عليم الله نور الحارة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا عم سليم. الله يسلمك. الله يسلمكم جميع، وان شاء الله ما بنشوفكم الا بالافراح. انا صعيد طلعت براءة لاني ما قتلت. بس شهيد الله كنت متمني اغسل عار هالحارة بايدي هدول. وانت قد وقدود سليم، وقد وقدود. دهاء ليش ما خليتيها تشوف بنتها ولا تقطع قلبي عليها؟ انت ناوية تروحيها وتروحينا بشربة مي؟ خلص جاي الأيام وإن شاء الله بتشوفها. طيب نحن ليش ما منبصمها لرائدة مشان نحفظ لحقها؟ لا، أول شي البنت أملت لنا وما رح نخلي فيها، وتاني شي إذا صاروا أملاكها باسمنا وقتها ما رح نسلم من مهيوب ولا من شره، ورح يفتح علينا النار. فهمتي بقى ليش؟ فهمت. كل شوية وقت وبتصحى رائدة وساعدة لكل حادث حديث. ايه يا من اهلين وسهلين، زارتنا البركه والله. تسلمي يا خالي، تسلمي يا مزوقه، نورتونا يا ميد. اهلا وسهلا. تفضلي. سماحي سماحي بالقوه. تفضلي. تسلمي ايدك. تفضلي حالك. لا والله بايدك. تفضلي. انا وياكي. يلا طمنينا، شلتي لابو خالد؟ شو صار معكم؟ بشرينا. ان شاء الله كل الخير. نحن أعطيناكم إذا الله أعطاكم. نتشرف يا أم خالد، بس بتعرفي يعني نحن لازم يكون معكم كتاب مفتوح. أنتي عيني، ما في أحلى من الصراحة يا سماهر من الأول. تفضلي حبيبتي. بتعرفي يعني نحن حالتنا على قدها، وأخي عادل عايش ببيت مستكرينه من عندكم. إيه شو علي؟ إيه يعني نحن أساساً البيت بدنا نكتبه لبنتنا، وبعدين صرنا أهل يعني. ها شفتي؟ أم خالد ما في منا، كلمتها كلمة وكريمة. خلص لكن أنا رح خبر أخي وأنتو شوفوا الوقت المناسب مشان يجي الرجال يقروا الفاتحة. بإذن الله. يا ميت أهلين وسهلين. يا رب. لا صدق يا عمو، صدقي. والله والله لو صاير لك شيء كنت بموت حالي. شو هالحكي يا عمو؟ بعيد الشر عن قلبك. ما قلت لك إذا بدي بيع حالي رح رجع لك ابنك سالم غانم. لحظة شوي، شو بيع حالي؟ إن شاء الله دافعين مصاري كمان هالمرة. شو مصاري يا بي؟ ثروة بحالك. هلا مو وقت هالحكي أبو سليم. لا وقته يا عمو. شو هاي ثروة ما ثروة؟ يا بي دفعنا وردة رائدة كمان وعلى شغلة ماني عاملة. لك يا أبي الله يرضى عليك، نحن كانت إيدنا بالنهار وما عندنا حل تاني. استغفر الله العظيم. لا تقول لي إنه مهيوب هو الواسطة. خير سيد عبود؟ كرمال الله صدقني يا سيد، سيد كامل أفندي. أنا ماني عامل شيء. إذا بدك روح جيب المصحف الشريف لأحلف لك عليه. قالوا له الحرامي حليفة لو نجى الفراش. طيب إذا بدك أنا بدي أشوف مهيوب، بدي أحكي معه كلمتين. الزيارات ممنوعة.
وبكره رح نرحلك على الحكم دارية وهنيك بيحكموك. بوسيتك يا كامل افندي حكم ضميره، تقبل اني اروح على الحكم دارية وانا حكم اعدام وانا بريء؟ لك حتى المحكوم اعدام بحق له يتنفس له اخر طلب. انا ما عم بطلب شيء غير اني اشوف مهيوب. هاي أحلى كاسة شاي. شو صار معك بقصة البطيخة الجوازة؟ حاولت كتير عركس القصة، بس أهل البنت متمسكين فيك، قال رح يسجلوا البيت باسم البنت. إجباري بدهم يتمسكوا، بقى بنتهم ما عم تنفق معهم. يو، ما بصير تحكي هالحكي. الله يستر عليها البنت، يعني مو حاكية شي. بعدين شو فيها إذا صار هالبيت إلك؟ قولتك. هيك هيك بحياتي ما عشت على كيفي. شو بدي اسألك؟ سليم طلع من الحبس؟ طلع، بس شكله مهيوب لبس تهمة العبود هلا. ايه يصطفلو. بكذب عليكي اذا بقول لك اني مرتاح. يو، قيم هالافكار من راسك، بعدين المثل بيقول الف عين تبكي وعين امي ما تبكي. أنا رح أفتح يا مو. يلا منزيه هيك عن طريق. قتلتوا بنتي ونفذتوا ابنكم؟ شو هالحكي يا عواطف؟ ابني ما رشل. فهمي السيرة بالأول يا عواطف. ما بدي أفهم شي، بنتي راحت وراح حقها معه. وحياة اللي خلقك يا مرت عمي أنا ما قتلتها، وأنا دقيت على صدري قدام كل الخلايا إني ما رح كن ولا رح أهدى لحتى أخذ دار بنت عمي. لك حاج كذب حاج، انتو قتلتوا ولا تاخذوا الاملاك؟ لو كنا راكدين ولا الاملاك ما كان اخذهم جوزك ليطالع ابني من شغله اصلا ما عملها. لك انتو اضرب من جوزي وجوزي اضرب منكم، ولي على قامتكم شو طماعين. الهي يصطفل فيكم يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله بيقبرني هالوش. انا صبحي تعال خليك تقبرني قاعد بحضني. ما بدي. بعد اذنك سلفي، كنت عم اقول يعني بركي بتخليني اخذ صبحي معي كم يوم. لا يا دهب، هيك ما اتفقنا ابدا. بس شوفت عينك الولد عم ينفر مني وانت ما بتقبل بهالشي. وانت قلتي لي انه رح ترجعي حقك على قريب. ايه مزبوط، وانا لساتني عند حكي، بس والله الظروف عم تجي معاك سمعي. وانا حكي ما بغيره يا دهب. عم اذنك. طولي بالك، رح حاول احكي معه لما يكون رايق. والله قلبي معك انت وهالولد. كوني فضلتي علي ووقفتك ما رح انسى لك اياها كل عمري. انت قلتي لهم انه بدك تسجل البيت باسمها؟ شو بدك؟ لا مو ظابطه، مو ظابطه منو؟ يا املاكي وانا حره فيها، بعدين هي بنتي ما حدا غريب. الله لا يفرق بيناتكم. لك مو نحن وهيك؟ عم نقول لكم كلياتنا بجوز ننزل برات البيت اذا ما التقوا المصاري. بعدين انا هذا الشاب ماني موافق عليه بنو. بس انا موافقه. لك انت سدي حالك وقومي من خلتي. ولك ما بدي. قومي روحي اقصري الشر. شبك لك خالد؟ عود خالد، عود. صلي على النبي. لك ابني شبك؟ اللهم صلي على النبي. بعدين يعني اختك رح تغنس، لازم نجوزها. حكي خالد مضبوط، هي قصه البيت مو ظابطه. لك بكره بياخذوا منها. بس جايز يطلع زلمه ابن حلال، شنو ام فوزي كثير متحد فيه. ام فوزي؟ هل ام فوزي منحنا سبب خراب بيت ام فوزي؟ سمعونا بقى، هنن كلمتين أحسن من عشرة. بتروحي بتقولي لهم للجماعة
انه ما في بيت باسمه للبنت، واذا فقسوا عن الخطبه بيكونوا داخلين على طماع. استبينا. عطيف، كنت عارفاني اني بدي لاقيك هون يا قليل الوجدان. بنتي انقتلت وانت راكد على بسطك. ليش هيك عم بتحكي؟ لا الظاهر طقوا عقلاتك على الاخر. لكن بدل ما تاخد بحق بنتي وتارا بتاخد مصاري ابو سليم وبتطالع ابنه. انا؟ لك هذا واحد كذاب، مسكوه لعبود وقال انه هو الفاعل. لا، سليم هو اللي قتلها وقال هالحكي قدام الخلايق كلها، وانت اللي نفذته. يا روحي 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 وبلا فضايح، انا بمر لعندك المسا وفهمك كل شيء. روحي. ماشي ماشي يا مهيوب، انا بورجيك. اسمع للمجانين. لك يلا، لك الله يرضى عليكي، اطلعي شوفي على قامتي ان شاء الله. لك امشي امشي، شبيك خلينا نحكي جوز كلام. ما بدي احكي مع حدا، ما بدي. يلا يا بنتي الله يرضى عليكي، والله طقتيني عدي. ليش عم توقفوا بوشي؟ ليش عم توقفوا بوش هالجوازه؟ لك مين واقف بوشك؟ لك بنتي شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ قلت لك اعتمدي علي خلاص. العمى انبحتت علي مثل الاباوي، شبيك اخي من الاول ما بده هالجوازه ولقصه البيت حجه. خلصنا تهاني روحي، هاي خالتي قالت لك هي رح تتصرف، شبرا. طب شو ذنبي انا اذا ابي ضيع المصاري؟ شو ذنبي؟ والله اذا ما تمت هالجوازه لانتحروا قلت لحالي واخلص منكم. لك يا بلابي قصوا للسانك الهي، لك انا منين بدي لاقيه ولا منين؟ خلصنا خالتي، اهدي مشان الله، باذن الله الله رح يفرج علينا. شلون بدها تنفرج لك بنتي شلون؟ وكل ما لا عم تنزل المصايب فوق راسنا، لك المصايب عم تنزل علينا مثل سخ المطر. خلص روق روق واشربوا زهورات. تفضلي خالتي. الله يرضى عليكي. كأنك تعاطفت مع ذهب يا رجال. لك لا، مو هذا السبب اللي خلاني سايرة. لكان شو؟ كلام قديم بعرفه عن مهيوب. شو هالكلام؟ هلأ مهيوب كان يشتغل بسوء الصاغة من زمان. يعني كان عنده محل هني؟ لك لا، كان حويس وشقيع، بس بيوم من الأيام سمعنا أنه تجوز أرملة تاجر كبير بالسوق اسمه أبو عزمي. عرفته لأبو عزمي، هذا اللي فات عليه حرامي وانقتل بوقتها. أيوة هذا هو، الله يرحمه. ايه كمل. وبعد ما تجوزها بفترة طلع عليه صيت انه اخذ منها للحرمة ماله رزق كتير، وعلى اثر هاي القصة صار بده يفتح محل صاغة بريد السوق وطلقها للحرمة. الله يسامحك يا ابو زياد، شلون بتأمن له وبتمده بالبضاعة طالما سمعت عنه هاي القصة؟ انا حاولت اتأكد من هالشي وسألت ام عزمي بذات نفسها، وهي أكدت لي بعظمة لسانها إنه مهيوب مظلوم وإنه كله هاد حكي بحكي، وهو الثاني حسن يقنعني إنه مظلوم والناس عم بتوقف بوشه لأنه زلمة فقير. والله قصة غريبة. بس بعد ما سمعت قصة ذهب لعب الفار بعبي. هلأ معقول تتكرر القصة ويطلع مهيوب مظلوم بالمرتين؟ أصبح دير بالك منه. لا توصي حريص يا أم زياد، لا توصي حريص. بسم الله.
عايشة مو؟ ايه الحمد لله، انتي منيحة؟ ايه روحي انتي الحمد لله، الله بعد اسمه نجاكي من الموت. احكي لنا رائدة، مين اللي عمل فيك هيك؟ بوس ايدك، بوس ايدك يا عواطف خانو، بوس ايدك ان شاء الله تنصفي ابلي. والله ما قتل بنتك، والله. شلون انت متاكده كل هالقد؟ انت بتعرفي وكل اهل الحاره بيعرفوا انه اللي قتلها هو سليم، بس لانه نحن درويش وما معنا مصاري اتحطت بظهر ابلي. طولي بالك، طولي بالك يا معب. الله يوفقك، الله يوفقك ويجبر بخاطرك واقفي معي. شاد الله انت خسرتي بنتك، وبتعرفي شو يعني الوحده تخسر دناها. وحدي الله، اذا ابنك ما له عامل شيء انا اكيد رح ساعدكم. انا المهم اللي قتل بنتي ياخذ جزاته. روحي انت هلا واتكلي على الله وعيني خير. الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك يا احا، الله يجبر بخاطرك. ليش ما بدك تحكي لنا؟ لأني عرفت إنه أنتوا اللي سرقتوا صيغة أمي، وأنا كنت مصدقتكم مثل الجد. هي معك حق، بس نحن وتعملنا هيك لسا ما كنا منعرفك، والله كانت حالتنا بالويل. بس هلا أهم من هذا كله، احكي لي مين اللي فات لعندك على البيت وحاول يقتلك، ومين اللي أخذ الورق؟ احكي حبيبتي. عادل. شو؟ انتي شفتيه بعينك؟ ليش انا احسن ننسى هذا اليوم؟ هات لي حمى عليكي، هات لي حمى، احكي لي تقبريني، احكي لي كل شي صار يوم الحادثة من اول ما تركناكي لوقت ما غط على قلبك. افتح لشوف. اخ يا عبود اخ، والله طلعت مخبى بتيابك تاري. انت عم تحكي هذا الحكي ولك انك بتعرف اني بريء؟ انا شو بدي اعرفني؟ لك مو انت عطيتني وراء البيوت والذهب، قلت لي خليهم معك حتى نقدر نحصل الاملاك؟ لا انت هيك عم تتبلاني. لا ما عم بتبلاك، لانه هذا اللي صار. لك انت شو قصتك؟ انا جاي لحتى ساعدك وانت عم ترميني بحجاره؟ إن شاء الله إذا مفكر إنك تتصرف بهالطريقة يعني رح تنفوت. هذا الحكي بوصلك لحبل المشنع عيني. لو بدك تساعدني ما كنت بليتني. لا تضحك علي. أخي قول اللي بدك يا، بس يكون بعلمك إنه هذا الحكي ما رح يجيب نتيجة بنوب يا عبود. بخاطرك. قولي على قامتي إذا الحكي صحيح، شي بأشعر البدن. معناتها مهيوب هو اللي بعته لحتى يقتلك، بس ليش لحتى يعمل هيك؟ الأملاك أصلاً رايحة لعمك وشوي منهم بده يروحوا لأمك.
ليش لحتى يروحوا الأملاك لأمي وعمي وإحنا مسجلين باسمي؟ لأنك ميت. شلون يعني؟ نحن طالعنا لك جنازة. وانتو ليش هيك عملتوا؟ ما كان بإيدنا حل غير انه نقول انك بعيد الشر متي. انتي نسيانة انك هربانة وابن عمك بده يقتلك. وعادل انمسك ولا لا؟ بالأول تهموا سليم بقتلك، وهلأ مهيوب عم بيزبطها لحتى يتهم عبود بداله. يا ربي كل هالظلم عم يصير بسببي. دبريني انت هلأ لا تفكري بشي، ديري بالك على صحتك، تحسني بسرعة، خلينا نعرف شو بدنا نعمل. شلون بدي أمن لكم بعد ما عرفت أنكم سرقتوا أمي؟ أنتوا اللي بليتوني بكل شي صار معي. هذا لازم تدفره من عندك بأسرع وقت. أنا كمان ماني مصدق إمتى أبعته على الحكم دارية، بس المشكلة إنه متنح وما عم يعترف. الله يسامحك، شلون بدك إياه يعترف؟ هو بيعرف حاله رايح على حبل المشنقة، شلون؟ معك حق، بس أنا كمان ما فيني حوله بسرعة إذا ما كان معترف. هيك بيقولوا إني عم بهمل شغلي. أصبح بدك تعجل بالقصة، يا أما بدك تخليه يعترف يا أما بتحوله على الحكم دارية. خلاص لا تاكل هم سيد مهيوب، اعتبر موضوع منتهي. يلا أودعناكم. بالسلامة. ما بعرف ليش صدقت العبود. يعني هلأ أملاكي كلها رح تصير باسم مهيوب؟ أي والتلت لأمك. معناتها جايز يكون ناوي يفعلها لأمي كمان حتى ياخد باقي الورثين. نحن حذرناها لأمك. ليش انتو شفتوها؟ ايه اجت لعنا لهون وحكينا لها قصتنا مع مهيوب بالقلم نشرح، وقلنا لها تدير بالها منه. ليش ما قلتوا لها اني عايشة؟ لا ايوه ما فينا نخبرها. شلون بدنا نخبرها؟ والله خفنا عليكي، بركي زلقت قدام مهيوب. وأنا شو لازم أعمل هلا؟ أنتي لازم تنزلي على الطابق، لازم تحطي أملاكك اسم حدا تاني وتضلي متخبية عنا هون. حدا مثل مين؟ مو بعرف. إذا بدك سجليهم باسمي وأنا بكتب لك فيهم ورقة برانية بتحفظ لك حقك. لا تكوني مالك واثقة فيه. نحن لو كنا بدنا نسرقك كنا بصمناكي وانتي ميتة. نحن بس بدنا مصلحتك.
بتظن عليها طعم هالروح وما عاد باكي بالقلب إلا الأسى والجروح من يوم ولد الغدر من صلب الطمع والحقد ما بكى ولي فصاح وما عاد العشق مسموح.